مشاهدين ومتابعين لقناة GIS4WE، أرحب بكم من جديد واستكمالا للدرسين السابقين واللي فيهم تم رسم الشوارع والقطع. في هذا الدرس 11 من دورة تعلم RGIS بثلاثة مراحل نكمل الرسم، وسيتم رسم المباني ووضع نقط مكان وجود أشجار. لكن قبل بدء رسم المباني سيتم تعديل على الرسم بين الشوارع والقطع بالشكل التالي للوصول إلى تناسق بين الشوارع والقطع. عندنا مثلا هذا الشارع، نشغل الصورة الجوية، نفتح الستار إديت على أداة التوبولوجي، نعمل عليه على هذا الخط، نشوف نقاط الفيرتكس، عندنا كثير نقاط، والأفضل أنه يكون نقطتين فقط، نقطة من البداية ونقطة للنهاية، ويكون هذا الشارع على شكل قوس أو على شكل زاوية أو ما يسمى بالكيرف. فالأفضل إحنا نعدل القطع والشوارع بهذا الشكل، وسيتم تعديل جميع القطع المحادية للشوارع. من هاي الأداة نشيب، نختار الأداة الرسم المناسبة، نختار الزاوية الثانية بنفس الطريقة. طبعا عندنا احنا هون 52 شارع راح يتم التطرق عليهم جميعا. في هنا برضه طريقة ثانية، اذا كان الخط دغري بنقدر دبل كليك على الخط او على الضلع، نقدر على نقطة الفيرتكس نعملها سيليكت ورايت كليك وديليت. تم تعديل الشوارع قدر الامكان، وستتم التعديل على جميع الشوارع والقطاع بهاي الطريقة. نكمل الدرس، الدرس 11 من تعلم RGIS بثلاثة مراحل سيتم فيها رسم المباني. نضيف طبقة المباني، عدد السكان في البناء، نضيف حقل خاص بعدد السكان، خلي نوع الحقل شورت انتجر، ايضا نضيف فيلد اخر، نضيف أيضا حقل خاص في الطوابق، أيضا بدنا إياه يكون عدد صحيح. شورت انتجر طبعا هون طوابق نسميها أول، عندنا هون طوابق. فوق الطابق الأرضي عندنا طوابق، عندنا طوابق تحت الأرض أيضا، مبدئيا سوف يتم إضافة هذه الحقول فقط، وأي إضافة حقل بعد ذلك سيتم بكل سهولة. نعمل سبتايبز لطبقة المباني لسهولة التصنيف، هيكون التصنيف خاص بعدد الطوابق الكلي، عندنا صفر اللي هو بيكون طابق أرضي، طابق أول أو المقصود فيها يعني طابقين، طابق أرضي وطابق أول، أو مثلا ممكن يكون البناء طابقين. عندنا ثلاثة طوابق،
نكتفي في 6 طوابق فقط. أبلاي أوكي. سوف يتم بدء رسم المباني بالقطعة رقم 1. نعمل Start Editing. نفرض هذا البناء عبارة عن 3 طوابق. أن البناء 3 طوابق، أن طابقين فوق الأرض وطابق تحت الأرض، هيك المقصود في 3 طوابق، طابقين فوق الأرض طابق أسفل الأرض. ممكن يكون ما في عندنا طوابق تسوية يعني تحت الأرض. نوع القطعة رقم 2 بدون مباني. القطعة رقم 3 فيها مبنى. ممكن من الصورة الجوية يظهر عندنا مثلا 5 طوابق. أيضا هذا البناء 5 طوابق، هذا البناء 5 طوابق بدون 0، يعني بدون طابق تسوية أو طابق تحت الأرض. عدد السكان، طبعا عدد السكان في البناء راح يتم احتسابه بناء على عدد الطوابق. يعني مثلا عندنا البناء الأول 3 طوابق، نفرض انه كل طابق بضم 5، في عندنا هون 15 نسمة. عندنا 5 طوابق يعني 25 نسمة، او على الاقل 25 نسمة، ممكن نحط مثلا 27 نسمة. اعداد افتراضية راح تفيدنا بالدروس اللاحقة. قطعة رقم 4 بدون بناء، قطعة رقم 5، قطعة رقم 6، رقم 7. طبعا بس المباني السكنية راح يتم رسمها، اما المباني الاخرى على القطع الاراضي مثل هذا المبنى ممكن يكون بركس او بناء او بناء طوب. فاحنا معنيين فقط رسم البناء الاساسي في القطعة. عندنا 6 طوابق، 4 فوق الارض، طبعا الطابق الارضي يعتبر فوق الارض، طابقين تحت الارض. عدد السكان، نقدر نستخدم رسم الكيرف او الزاوية بهذا البناء. تم التعديل على السبتايلز اللي عملناه على الطوابق. نضيف طبقة البلدنج عشان يظهر معنا التعديل. تمام، انا كنت ضايف لحد 6 طوابق، صار عندنا لحد 9 طوابق. نضيف حقل خاص بالجاهز وقيد الانشاء على الدومينز. لونج انتجر اوكي. احنا نقدر نروح على الجي داتابيس بروبرتيز ونضيف، نكتب هون حالة البناء
إنه رقم واحد جاهز، رقم اثنين قيد الإنشاء، تمام. نروح على Subtitles، على الحقل الخاص في الدومينز، نختار حالة البناء. من بعد ما نعرف الدومينز على عدد الطوابق بهذا الشكل. إنه جاهز، ست طوابق. نرجع Stop Edit، ست طوابق. ناس يعرف عليه حالة البناء، هيك ما فيش مشاكل، ما فيش ولا أي إرر. جميعهم جاهز بعد هذا البناء. تستقيد الإنشاء، طبعا المباني لقيد الإنشاء لازم يكون الحقل الخاص في عدد السكان صفر. نكمل رسم المباني في جميع هذا الحوض. هذا الحقل نعمل له ديليت، نعمل ستوب اديت. بعدها نقدر نحذف الحقل. في نهاية الدرس وبعد رسم المباني السكنية، تم رسم المباني الغير سكنية مثل المباني الموجودة عندنا هون. مثلا هذا المبنى عبارة عن خدمات، مثلا مبنى آخر أيضا خدمات. في عندنا برضه مباني زراعية بتكون موجودة داخل الأراضي الزراعية وهكذا. والآن سوف يتم رسم نقاط خاصة بالأشجار. الأشجار اللي عندنا اللي راح نستخدمها في الشروحات، عندنا شجرة التين والجوز والزيتون والصرو والصنوبر والكرز واللوز والمشمش والنخيل. طبعا لكي تضيف صورة من الإنترنت أو من جهاز الكمبيوتر الخاص فيك غير من الرموز الموجودة في الارك ماب، فإن طريقة لإضافة الصور نقدر نكبس على السيمبول تبع النقاط. ان هدول الرموز المستخدمة في الارك ماب، بعدها على edit symbol، بعدها على خيار picture marker symbol ونختار الصورة. طريقة رسم النقاط، نفعل الستار إديتينج والصورة الجوية، وين موجود شجرة حسب ما احنا شايفين في الصورة الجوية نقدر نحط نوعها
ونبلش رسم. نفرض ان هذول الاشجار اللي عندنا هون زيتون، بهاي الطريقة مثلا. هاي شجرة لوز، هاي بنحط هون شجرة لوز. بعد ما طفينا الصورة الجوية بيظهر عنا هيك. نقدر مثلا نخيل، ممكن ما يكون عنا شجر نخيل، بس احنا راح لتصهير الشروحات والدروس راح يتم وضع نقاط او اشجار افتراضية غير موجودة في الارض الواقع. مثلا هون شجرة نخيل، شجرة نخيل. لا تنسى تعمل سبسكرايب لمتابعة القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولايك وشير الفيديو لتفيد اي شخص حاب يتعلم على RGS. رابط القناة على الفيسبوك بأسفل المقطع تجدوه، وشكرا للمشاهدة والسلام عليكم.